القرآن الكريم ومسابة القرآن الكريم هو جزء من برنامج النادي النيابة الإدارية. فمن بين أنشطته النشاط الثقافي والتعليمي والنشاط الاجتماعي. فهذا جزء من النشاط الثقافي على أرض النادي. منذ 3 سنوات ماضية اعتدنا على أن نحفظ أو نجري مسابقة لحفظة القرآن الكريم من بين أعضاء النيابة وأسرهم، سواء زوجة أو الأولاد أو ما كل من يتبعهم. دي السنة الثالثة ليهم بنجري هذه المسابقات. بيتم إجراء الامتحانات والتقييم للمتسابقين عن طريق لجنة زي ما حضرتك سمعتي من رجال الأزهر الموثوق فيهم والمتخصصين في هذا المجال اللي هو حفظ القرآن من ناحية الأحكام التلاوة ومن ناحية التجويد ومن ناحية النطق ومن ناحية الصوت ومن ناحية كل حاجة. النهاردة كان عندنا الاحتفال السنوي بالمولد النبوي الشريف وتكريم حفظة القرآن الكريم، مسابقة دورية تجريها اللجنة العلمية والثقافية بنادي مستشار النيابة الإدارية كل عام، ودي في موسمها الثالث. والحمد لله النهاردة كان الحفل يعني بحضور معالي وزير المستشار الجليل عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ومعالي دولة الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الصراحة المسابقة جميلة جدا جدا، فيها تكريم، فيها فعاليات كتيرة جدا جدا، فيها اهتمام، والصراحة بتدي دفعة. يكفي يمكن من أقل الميزات في المسابقة دي إن هما بيكرموا كل اللي اشتركوا حتى لو حصل مركز متأخر. تكريم النهاردة ده يعني ده خلى الواحد يعني يحاول إن هو يعني يخليه مع القرآن، لأن يعني فعلا بيعلي شأن الواحد. يعني الجائزة دي طبعا أنا بهديها لأمي وأبويا ومدرسي اسمه أستاذ حافظ، بهديله الجائزة دي. يعني هو بصراحة هو اللي حببني في القرآن، يعني هو بيحكي لي على القرآن هيك قصة، مش بيفهموني، مش بيحفظوني وخلاص.